عندنا نص كيلو من العدس الاسود، العدس ابو جبه سلقينه نص سلق، وثلاث كوبايات من الطماطم المكعبات. ممكن ما تستويوش على فكره العدس، وتشتغلوا بيه نيه على طول ويستوي في الحله، بس انا طبعا ايه انجازا للوقت. بصله مفرومه ومعلقه كبيره من الثوم المفروم، عندي كمان معلقه كبيره من الجنزبيل الطازه، عندي معلقتين صغار لو ما عندناش طازه ممكن نستخدمه بمجفف، معلقتين كبار من الصلصه، ونص كوبايه من كريمه الطهي، ممكن نستخدمها ببديل، نستبدلها ببديل كريمه الطهي، هي مش موجوده في المقادير على فكره يا نور. عندنا مرقه ومعلقه صغيره من السكر وزيت نباتي وعود قرفه خشب، ثلاث ورقات من اللورا، ومعلقه كبيره بهارات جرم مساله، البهارات الهنديه او اي تركيبه بهارات انتم بتحبوها في الدنيا، معلقه كبيره من الكاري، ومعلقه كبيره من الكمون، وملح وفلفل اسود. ممكن نكتفي بالكاري، ممكن نكتفي ببهارات كمون على كزبره على بابريكا من عندنا، براحتكم تماما مفيش اي مشكله. يلا بينا. الكريمة يا جماعة دي للتقديم في الآخر على الوش، فهي مش أساسية خالص في الوصفة، أي حد يقدر يستبعدها أو بالظبط يا حمدي، أي حد يقدر يستبدلها أو يحط بدلها بديل كريمة الطهي، مش هتأثر في ولا حاجة وهتدينا نفس المفعول بالظبط. يلا بينا. هنعمل إيه دلوقتي؟ هناخد شوية زيت حلوين كده في حلة نيو كلاين، أنا مختارة أكبر حلة، أنا عارفة الحلة دي كويس جدا إنها مش هتلزق، طبعا بعد تجربة كتير جدا معاكم هنا في البرنامج وأنا كمان عندي في البيت ما بتلزقش، فأنا هبقى حاطة الفول يدمس فيها وأنا ضامنة إنه ما بيلزقش والحرارة بتتوزع كويس وهي تقيلة فغطاها بيحبس البخار جوه، فيها كل المميزات اللي أنا عايزاها اللي تطلع لي وصفة زي دي مظبوطة جدا. وهجيب سباتشولا دلوقتي، ومش لازم خالص استنى الزيت يسخن، انا ممكن ابدا على طول من دلوقتي احط البصل، لان البصل لو نزل ميته شويه في الزيت ده هيديني اضافه ايجابيه للوصفه مش هيضرها في اي حاجه. احيانا تنزيل الميه بيكون ضار للوصفه واحيانا لا، فالنهارده من الوصفات اللي لا مفيش اي مشكله ان احنا ننزل ميه البصل معانا. انا مع البصل هحط ايه؟ التوابل الصحيحه، فهاخد القرفه وهاخد ورق اللورا، هنزلهم من دلوقتي مع البصل، وهسيب كل الكلام ده يبدا كده ايه يصحصح مع بعضه. هعمل ايه طيب؟ هجيب الثوم وهجيب كمان الجنزبيل وهحطهم وسط الوصفه. ادي الجنزبيل، الجنزبيل ما بيتفرمش كده يا جماعه، لازم يبقى انا عامله انه حامي جدا، وادي الثوم طبعا، وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه. الحله بدات تسخن اهي، وريحه البصل طلعت لي على طول عشان نزلت ميته مع الثوم والجنزبيل. انا كده ماشيه تمام وخطواتي مظبوطه جدا. هاجي دلوقتي اعمل ايه؟ هجيب اخد كده في سكتي التوابل والسكر والصلصه، هناخد الحاجات دي كده عشان ما نقعدش رايحين جايين. واول ما نلاقي البصل بدا ياخد لون ذهبي فاتح خالص هنضيف له الصلصه. هنا كيلو من اللحمه المفرومه، وعندنا بصله حمراء مكعبات، واحد فلفل رومي احمر مكعبات، واحد فلفل اخضر حامي متقطع قطع، كوباية بقدونس مفروم، وراس توم فصوص، معلقة كبيرة من السماق الباودر، معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الكمون، وملح وفلفل اسود. ويلا بينا نبدأ شغل على طول. البصل هنا شغال تمام جدا، مش محتاجين نعمل له اي حاجة، محتاجين بس نراقبه عشان اول ما يوصل للون اللي احنا عايزينه على طول نقوم ايه منزلين الصلصة وبقية الحاجة. هحط مكونات الخضار من الأدنى كباب، الثوم والفلفل، هحط الفلفل الألوان، هحط البصل الأحمر، هضيف التوابل كلها ولا خلوا التوابل دلوقتي، وهضرب الحاجات دي، بس هضيف لها رشة ملح ورشة فلفل أسود كمان. والغرض هنا من الفلفل الأسود والملح إن هما ينزلوا لنا مية الخضار ويساعدوا انه يبقى بيوري ناعم جدا وينزل كل العصاره بتاعته، عشان ده ضروري جدا بالنسبه لي عشان انا هعصرها هطلعها بره الخضار عشان اخد تفل او لب الخضار بس، فبالتالي ما يفكليش الكفته. يلا بينا.
نبص كده ايه الاخبار وننزل الجوانب كلها عشان نضمن ان كل حاجه اتظبطت. اتظبطت يعني ايه؟ يعني اتفرمت فرم ناعم جدا. هننزل كل حاجه. ريحه الخلطه دي فظيعه. يلا ونضرب تاني. زي الفل، نعمناه تماما. هسيبه شويه كده على جنب واجي ارجع ابص للعدس اخباره ايه. البصل الله بدا ياخد الاطراف الملونه اللي انا عايزاها. فهعمل ايه دلوقتي؟ هحط له الصلصه. طبعا تشويحة الصلصة ياما اتكلمنا عن فايدتها واهميتها وقد ايه بتفرق في الطعم النهائي. هحط السكر، الكاري، البهارات الهندية والكمون، وهدي كل ده تشويحته التمام عشان ده الاساس اللي هبني عليه الوصفة كلها لحد ما ياخدوا كده دقيقة في التشويح. هقوم عاملة ايه؟ هجيب الطماطم واضيفها عليهم تتشوح هي كمان وتنزل بقى كل ميتها وتبقى جاهزة لاستقبال العدس. تقلبتنا الحلوة. وانا بحب اعمل كده، بحب اغطي على الطماطم سيبها بقى ايه تدبل خالص وتنزل ميتها. طيب لحد ما الطماطم تنزل ميتها عندنا خطوة عايزين نعملها هنا. نشيل بس الحاجات الفاضية والخضار اللي فرمناه للأدنى كباب. هنعمل فيه ايه؟ هنجيبه كده ونحط يا مصفى يا اما نحط شاش ايهما اقرب. يعني انا شايفه المصفى عمليه اكتر، ولا شاش ولا غيره، مش محتاج يعني الموضوع للدرجه دي. وهنزل الخضار كله البوله دي. حط ايه زاولني، خلوني اخد بوله اريح. كلهم هيزاولوني، ماشي مش فارقه، انا هتعامل. هنعمل ايه؟ هناخد كل الخضار نضغطه في الوصفة دي كويس جدا عشان نطلع منه أي سوائل. مش عايزة أنا مية. مية يعني إيه؟ يعني الكفتة بتاعتي هتفك، فأنا مش عايزة الكفتة بتاعتي تفك. فهقوم جايبة كده كل الخضار ده منزلاه في المصفى هنا أو في شاش وأعصره براحتكم، الأسهل ليكم. بس أعتقد يعني اللي هيكون أسهل لأي ست مصرية يعني المصفى. لكن لو متوفرة عندنا حتة شاش برضو بتبقى جميلة جدا وبتطلع الماية كلها. مهم الماية تطلع، يعني الطريقة بقى اللي هتتبعوها مش قضية خالص. يلا بينا. شايفين بقى المنظر ده؟ منظر الماية اللي عمالة تنزل من الخضار ده؟ ده بالظبط المنظر اللي انا كنت عايزه اتخلص منه. فاقعد اضغط على الخضار ده لحد ما ايه يبان له صحاب، واضغط جامد. شايفين كل ضغطه بتنزل ميه لحد ما تبطل تنزل اي ميه خالص.
طبعا الميه دي هنحتفظ بيها، ممكن تبقى جزء من صوص، ممكن تبقى دهن للكفته واحنا بنشويها، مفيش مشكله. استنى هكمل واحنا بنكمل بنكلم رباب. يا رباب اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا جميله؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. انت جميله في كل حاجه يا ساره. تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. كل اكلاتك جميله وانت مثقفه جدا وانسانه راقيه جدا. اشكرك يا حبيبتي، شكرا. في حاجه بس يعني والله ده ما نقد ولا حاجه. عادي براحتك. انت بتقولي كباب ادنى، هي ادنى ازاي؟ قولي لي النطق الصح، ممكن اكون بنطقها غلط طبعا، ايه المشكله؟ ادنى دي ولايه من ولايات تركيا. ادنى يعني ضاد بدل الدال. اوكي شكرا على التصحيح. لا مش نقد ولا حاجه، بالعكس ده انا اللي بشكرك. شكرا يا حبيبه قلبي. والنقد يا جماعه البناء يعني على راسنا من فوق، هو النقد الغير بناء اللي الغرض منه ان انا بس اقلل من شان اللي قدامي، هو اللي بيبقى بصراحه ملوش اي محل يعني من الاعراب. ولكن كلمه زي دي اهي قضاء صلحت لي معلومه خاطئه انا فاعرفها، فانا بشكرك جدا جدا يا حبيبه قلبي. أدنى كباب وليس أدنى كباب، صلحيها يا نور عندك من فضلك ونزليها على الشاشه تاني. بصوا بقى احنا ايه، عصرناها لحد ما بان لها صحاب، فنزلنا كل الميه دي من الخضار. عايزه اروح بسرعه ابص على الطماطم. بصوا كل الميه دي كانت هتبقى في الكفته، وارد انها تفك بسببها كل ده، فاحنا طلعناها. اوبا بس تصدقوا المصفى عورتني، معلش. تعالوا نبص على الطماطم ايه الاخبار. الطماطم يا سيدي نزلت ميتها وعملت اللي انا عايزاه وزياده. هاجي دلوقتي اخد المرقه دي وانزلها على الطماطم. هقلب كل حاجه. واسيب الصوص يغلي. واول ما الصوص يغلي هقوم منزله فيه العدس، وممكن ما استناش كمان، ممكن انزله على طول، مش لازم استناه ايه يغلي. يلا بينا. ادي العدس، لو محتاجه ازود ميه بزود، محتاجه ازود مرقه برضو ازود، مفيش مشكله خالص. وهاجي اضيف بس كده، يا دوب تغطيه وادي تقليبه لكل الكلام الجميل ده مع بعضه. هظبط دلوقتي الملح والفلفل الاسود واسيب العدس بقى يتدمس على مهله مع كل المنكهات الجميله اللي احنا ضفناها دي. محتاجين بس نعمل ايه؟ نضيف تعديل للفلفل الاسود، تعديل للملح، ما عندناش مشكله خالص ان احنا نضيف الملح من دلوقتي لان العدس اوريدي نص سلق. وهقلب كل ده مع بعضه، واما يغلي هدوقه واطمن الملح والفلفل مظبوطين ولا محتاجين تعديله كده، واشوف ايه الاخبار. وكده العدس على النار، احنا حاطينه على النار بس حاطينه على نار متوسطه ويا ريت كمان هاديه، ده اللي هيخلي طعمه احلى واحلى. الوصفه دي يا جماعه احنا ما عندناش مانع اطلاقا ان العدس يتهري تماما لان هي غموس، فما عندناش مانع ان هو يتهري خالص ويصفي كل ميته. شايفين منظره عامل ازاي؟ شكله اصلا لو تشموا، لو انتوا معايا تشموا ريحته صدقوني هتشموا ريحه جباره. هنسيبه على النار براحته ونيجي نكمل الادنى كباب. طيب الادنى كباب هناخد بوله كبيره بعد طبعا ما فرمنا الخضار وعصرناه خالص من اي سوائل، ضمننا كده ان ايه الكفته بتاعتنا مش هتفك. انا لما باجي اشتغل بايدي بحب الم الكم بتاعي بصراحه، فهلم كمي علشان ايه نشتغل براحتنا. في عندكم كذا اوبشن للادنى، أدنى أنا قلت أدنى بالغلط برضو، للأدنى كباب عندكم أوبشن أنكم تسيبوا اللحمة المفرومة زي ما هي، عندكم أوبشن أنكم تضربوها شوية في الكبة، وعندكم أوبشن أن مثلا تعملوها نص ونص. كل واحد يا جماعة بيبقى بيتعامل مع الجزار بتاعه أو مع مصدر اللحمة بتاعه، عارف لحمته عاملة إزاي، عارف في أحسن حالاتها إزاي، فهي كل دي أوبشنز. أنا شخصيا بجيب من جزار ما بيحتاجش قوي إن أنا أضرب لحمتي في الكبة، بتبقى متماسكة وجميلة وما فيهاش أي مية من غير حاجة،
هي الموضوع بيرجع للمصدر بتاعك، ولكن كل الثلاثة متاحين ومفيش مشكلة. بصوا لمنا كمنا كده بالطريقة دي عشان نعرف نشتغل من غير ما نبهدل نفسنا خالص. هنعمل ايه دلوقتي؟ هلبس جوانتي طبعا عشان انا عايزة اعجن الكفتة دي بايدي كويس جدا، ولو حد حابب يضربها في الكبة او يدخلها مفرمة مفيش مشكلة خالص يعمل كده. من الوصفات كمان اللي ممكن نعملها ونشيلها بكمية في الفريزر نطلعها على السوا على طول وتبقى ناجحة جدا. انا ما حطيتش التوابل مع الخضار وهو بيتضرب في الكبه لسبب بسيط جدا، ان انا هعصر الخضار ده من الميه، فانا لو حطيت التوابل معاه كل التوابل هتنزل في الميه وممكن ما تضيع مني نكهتها او قوتها في الاخر. فما عملتش كده وسبت التوابل للاضافه دلوقتي. ادي الخضار اللي عصرناه من الميه زي ما انتم شايفين، هو تفل بس ما فيش فيه اي ميه خالص. هنحط كمان البقدونس، هنحط السماق، الكمون، الكزبرة، البابريكا، وهحط ملح وفلفل اسود بايدي النظيفة ومش ايدي اللي مطرحها اللحمة. ادي الفلفل الاسود، وادي الملح. انا حاطه رشه ملح للخضار، فنعمل حساب ده واحنا بنملح. انا حاسه انها محتاجه حبه كمان. وناخد بالنا من نقطه مهمه جدا، لو الكفته دي هتتشال في الفريزر بنقلل من ملحها شويه نظرا لان الحاجه بتحدق سنه في الفريزر، فنعمل حسابنا على ده. ويلا بينا نفتفت كده الكفته ونوزعها مع الخضار والتوابل قبل ما نبدأ نعجن بإيدينا. وما فيش مانع خالص من إضافة شوية زيت. اللحمة زي التلج يا نور، حرام عليكم إيديا اتجمدت. ده هي كمان أصلا فيها حتت متلجة لسه. تعالوا نحط شوية زيت الأول. شوية زيت مش كتير، يخلوني بس أعرف أخليها تمسك مع بعضيها كويس قوي وتبقى مظبوطة. يلا بينا. عجن حلو قوي بقى، عايزاها تنعم كده وألاقيها كلها حاجة واحدة، ولما أجي أضغطها في إيدي كده تبقى متماسكة جدا. بالشكل ده اعتقد يعني احنا كده تمام جدا. عايزه اقول لكم صوابعي اتجمدت حرفيا، شايفين المنظر بقت ايه؟ قوام متجانس جدا، انا مش شايفه اي فتافيت، شايفه حاجه واحده ماسكه في بعضيها، وده بالظبط اللي انا عايزاه. يلا بينا هنبدا بقى نشكلها. تقدروا يا جماعه تشكلوها زي ما انتوا عايزين، انا هعملها بشكل كده ايه جديد شويه. انا هاخد حته كده، تقدروا تعملوها طويله بس انا عايزه اعملها بشكل تاني. عايزه اجيب بورد الحقيقه اشتغل عليها. ليه البورد بتاعتي مش موجوده؟ انا هجيب كده قطعه هحاول ابططها، اختيارين، يا اما هنشويها يا اما هنحطها في الفرن. انا هشويها بصراحه، فانا شايفين انتوا عملت ايه؟ عملت زي مستطيل كده وبططته شويه واديته الشكل المربع. ممكن تتحط في سيخ ممكن ما تتحطش، انا حاسه ان هي رفيعه قوي على اني احطها في سيخ فما فيش داعي. السيخ بنحطه دايما للكفته المكوره شويه عشان يدخل البخار وحراره جواها، لكن دي مش محتاجه حقيقي. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب شوايه نيو كلاين اهي،
هحطها على النار تسخن عشان وانا بشتغل اسوي. وهحط فيها مسحة صغيرة من الزيت بصوا حاجة بسيطة خالص، هوزعها كده فيها واسيب الشواية تسخن كويس جدا مع الزيت. وفي عندنا شواية تانية كمان ممكن نستخدمها. يلا بينا نكمل تشكيل الكفتة. بنفس الطريقة هاخد حتة كفتة، حتة لحمة، هعجنها كده في ايدي كويس عشان اطمن ان مفيش اي شقوق ولا اي حاجة. هبدأ ابططها للشكل المستطيل. اهو بقت كده تمام. هاخدها بقى واشيلها على جنب. طبعا احسن حاجة للكفتة ان انا اسيبها تتشمع شوية في التلاجة، لو ما عنديش الوقت وهشويها على طول تمام، بس يفضل طبعا ان انا اشمعها في التلاجة، ده بيضمن اكتر ان هي مش هتفك معايا. ولكن انتوا عارفين في برامج الهوا ما عندناش مساحة الوقت دي قوي، بنشتغل على طول. ادي الكفتة بتاعتنا طالعة زي الفل. انا هحطها هنا كده تاخد لها ايه دقيقتين تشميع، واعمل التالتة. كل ده انا مستنيه الطاسة تسخن عشان ابدا اسوي عليها. وهنعمل بنفس الطريقة بس كده. زي الفل. ممكن طبعا تعملوها ارفع من كده لو حابين، بس انا حبيت الشكل ده قوي لما جربته، وحسيت ان هو خلى الكفته جوسي جدا عشان مش رفيعه قوي، وخلاها كده لما بتيجي تتحط في عيش او حاجه لا يعني ماسكه نفسها كده وعارفه ادوقها وطعمها لذيذ وشكلها كمان مميز. فالشكل اللي يعجبكم طبعا مش هيكون فيه اي مشكله، مش بالضروره خالص الشكل اللي انا عاملاه. ممكن طبعا تتحط على سياخ برده مفيش مشكله خالص. يلا بينا. بنفس الطريقة وناخد الكفتة جنب اخواتها. طيب تعالوا نشوف كده ايه الاخبار. هل انا بحب دايما اعمل تيست بحتة كده صغيرة، عشان اسوأ حاجة ممكن اعملها في الحياة اني انزل الكفتة طاسة باردة، فبخلي دايما كده جنبي حتة صغيرة اعمل بيها تيست. لا يعني انا شايفة انها لسه محتاجة تسخن شوية كمان، اصبر عليها. نشكل لنا وحدتين كمان عبال ما تسخن. وطبعا العدس كل ده يا جماعه احنا مش ناسيينه، وهو على النار الهاديه جدا سايبينه يتدمس وياخد الطعم مظبوط ويبقى احلى حاجه في الدنيا. انتي كبيره قوي عن اخواتك، ناخد منك حته ونكور نعجن عشان الشقوق تروح كلها. ونعمل نفس الشكل ونيجي نرفع. شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ تقدروا بقى تعملوا اي كميه انتوا عايزينها وتشيلوها في الفريزر لوقت الاحتياج. من الوصفات اللي بتفرز بطريقه لطيفه جدا وبتدي نتيجه ممتازه لما نيجي نسويها ما نفكهاش خالص، نفكها بنسبه مثلا 50% ونسيب بقيه الفككان مع السوى. ورائعه. اخر واحده اهي وهبدا اروح اسوي. اكيد هتكون الطاسه سخنت كفايه ان انا ابدا اسوي. على الشوايه نبدا نسوي. هناخد من الكفته، خدوا دايما اللي بداتوا بيها عشان دي بتكون اتشمعت شويه ما دام انتوا ايه ما لحقتوش تشمعوا. وبالهداوه مفيش استعجال. ممكن تسووا في طاسه مش لازم شوايه على فكره، ممكن صينية وتدخلوا الفرن برضو مفيش مشكلة خالص. لاحظوا بقى انا عاملة ايه، انا محوشة السائل اللي عملناه من الخضار عشان انا هاجي في الاخر وهضيفه على الكفتة خليها تشربه وتتلمع بيه كده هيبقى فظيع.
انا هبص بص على العدس. العدس شغال، الله ينور، بصوا الجمال. انا هرفع الغطا عشان تتبخر شويه من السوائل، هدوق كمان شويه عشان اشوف الملح والفلفل اخبارهم ايه، لكن انا راضيه جدا 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 عن اللي هو وصل له. الكفته بعد ما اخدت تشويحتها من الناحيتين قمت صبلها الميه اللي احنا عصرناها من الخضار والبصل، سبتها تشربها تماما، فبقت عندي بالمنظر الفظيع ده. شكلها يا جماعه وريحتها رهيبه، والخضار باين فيها كده ملون، شكلها يجنن. انا سايباها في الطاسه لحد ما نقدمها. عايز تشوفها؟ تعال اهي، بصوا حلاوه. ما رضيتش اشيلها من الطاسه عشان تفضل دافيه ما تبردش، لان لما بنشيلها ونحطها في طبق بتبرد على طول، فسبتها في الطاسه السخنه. تعالوا بصوا حلاوه. بصوا المطبخ التحضيري بقى متوصي بيا، عاملين لي طماطمايه وحركات ومراوح وبتاع، يعني ايه، شغل عالي، شغل المعلم لبنى. القضنه كباب شكله يجوع ويفتح النفس، والعدس المدمس هنقدمه دلوقتي، وبجد يعني اكله اكله ما تكلفش حاجه وتتعمل كده في الخباثه من غير ايه جهد يذكر، ونتيجتها وطعمها يطلعوا عظمه. يلا بينا هنقدم العدس. انا شايفه انه كده تمام قوي. احب بس قبل ما اقدمه اديله تقليبه. بصوا العيش، العدس طلع تحفه بالظبط زي ما انا عايزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الحلاوة، كل الكمية دي يا جماعة من نص كيلو عدس مش أكتر، نص كيلو عدس بالإضافات بالمرقة بالطماطم بكل الحركات اللي عملناها، طلعت لنا الكميه اللي انتم شايفينها دي. من عشاق الاكل الارداحي، بحبه جدا. وهنيجي على الوش كده ونحط شويه قشطه او كريمه، وده طبعا اختياري ليس له اي اساس في الوصفه خالص، يعني لو ما اتحطتش عندناش اي مشكله، الوصفه تمام برضو زي الفل.